بعدين يا عمي قرأت الجرايد؟ لا والله بعدني يا عمي. وأنا موظفك هني ناطور في الشركة، شو ما تدري إن الفنر تكتب بقالها عني اليوم؟ شلون؟ تيش يقولون؟ يقولون إني أنا مفلس، وإني أنا ماكل حق المستثمرين، وإني أتلاعب بالأسهم، وإن فلوسي كلها مهربها برا الديرة. ولا يهمك عمي، الحين اتصل على محامي خليه يعلمهم إن الله حق. إيه؟ هذا اللي قدرت عليه. هذا اللي قدرت عليه بس أنا بس بعرف شيء واحد، شلون عرفوا هالمعلومات هذه الدقيقة اللي ما حد يعرفها إلا يكون بالشركة؟ شلون؟ عمي بسيطة، كذب المقال، لا تنسى أنت نازل الانتخابات. يعني العين علي، العين علي يا غبي، العين علي. إذا الناس عرفوا أن الشركة طاحت معناها بيدخلوا شيكاتهم، معناها بروح أنا وطي. اسمعني، تروح السوق وتنزل السعر، أبي السعر السهم يصير قاع. عمي عمت عينك علومك، ما تفتهم، ما تفتهم أنت. أنا بس بعرف من هو اللي ورا اللعبة هذه. لهم ناويين يطيحوني، لا أطيح كل الناس وياي وأطيح السوق كله وياي. فريج، فريج، شو ذيكم متجمعين هني؟ يلا كل واحد على مكانه، يلا. مكانك يلا. أبيكم تكلمون المحلات والمكاتب كلها. حاضر. أبي أعرف شنو شافوا وشنو سمعوا. إن شاء الله. والصحافة ما بيها تتدخل هني، فاهم؟ فاهم. إبراهيم وينه؟ إبراهيم للحين ما داوم. هلا هلا وغلا هلا بحبيبي. ما وليت علي؟ مبلا وايد، بس يما شوفي ابوي شنو شرالي، هذا يطلع شراب ويقول لي يوم تكبر بجيب لك ام صشمة عشان تكسر ريتات الفريد. وي 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 روح بدل حبيبي، روح بدل وريح زين. يما ابوي ناطرش برا. انا كلمه، روح يما روح ريح.